أدى المنتخب الوطني مرانه الأول في كوريا الجنوبية، وذلك استعداداً لمواجهة المنتخب الكوري في مباراة ودية يوم الثلاثاء القادم. وقد جاءت نتيجة مسحة كورونا سلبية لبعثة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، وذلك عقب الوصول إلى كوريا الجنوبية في رحلة سفر استغرقت أكثر من 10 ساعات. يلتقي الأهلي الآن مع فريق المصري بالسلوم في دور 32 من بطولة كأس مصر، وقد انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي. وفي البطولة نفسها تأهل المصري البورسعيدي إلى دور 16 بعد فوزه على المنصورة بهدفين مقابل هدف في دور 32 من المسابقة. هدف المصري حمل توقيع كل من محمد عبد اللطيف وأحمد الشيخ، بينما سجل أحمد عبد العال هدف المنصورة الوحيد. ونبقى مع كأس مصر، حيث يلتقي الزمالك غدا مع الداخلية على استاد القاهرة الدولي في دور 32 من البطولة. حصد لاعب منتخب الكاراتيه 3 ذهبيات وخمس ميداليات برونزية في منافسات اليوم بالدور العالمي للكاراتيه الذي يقام بصالة استاد القاهرة. كما توجت أسماء مجدي لاعبة منتخب الكاراتيه بالمركز الأول من الميدالية الذهبية في منافسات الكاتا سيدات بالدوري العالمي للكاراتيه. بمشاركة 76 دولة على مستوى العالم، اختتمت منافسات بطولة سيرياس إيه للكاراتيه، والتي أقيمت في الفترة من 10 حتى 12 من يونيو الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. ويشارك في البطولة أكثر من 3 لاعب ولاعبة وأعضاء الأجهزة الفنية. بطولة مدرجة في الأجندة بتاع الاتحاد الدولي، بطولة ناجحة بتنظيمها بالمستوى الفني بحكامها، ف حقيقة التنظيم كان رائع، ومصر مش لأول مرة يعني، والاتحاد مش لأول مرة ينظم مثل هذه البطولات، وهذا فخر يعني الاتحاد المصري ولمصر. فاحنا كمصر حريصين ان احنا نخلي اولادنا كلهم مصنفين وعلى اوبة الاستعداد دايما عشان خاطر نكون من اوائل دول العالم، وخصوصا ان احنا لعبنا بطولة العالم في دبي في شهر 11 الماضي، خدنا فيها ترتيب عام تاني على مستوى العالم بفرق ميدالية عن اليابان. وبالنسبة للاسواق والاحتياجات الخاصة خدنا اول. شهد اليوم الختامي للبطولة منافسة قوية بين لاعب المنتخبات المختلفة، كما تفوق لاعب المنتخب المصري خلال المنافسات وتمكنوا من حصد عدد من الميداليات. دي من اجمل البطولات اللي موجوده، عشان هي بتحصل على كميه لعيبه كبيره قوي، احنا بنبقى اكتر من 89 بنت من دول كتير قوي، فالبطوله كانت اقوى البطولات اللي موجوده. حصلت على ميداليه برونزيه في ميزان تحت 67 كيلو. بصراحه المنافسات ما كانتش سهله خالص، لان في لعيبه كتير من بره مصر وفي لعيبه كتير برضو كتير من جوه مصر. البطوله مهمه جدا لينا كمصريين، لان الحدث دوت يتنظم هنا في مصر بتكون فرصه كبيره جدا ان هي تاهل اللعيبه ديت، ان هي تاخد بوينت، ان هي تاهله يدخل الرانك. فالحمد لله، برغم ان انا بطل مرتين، بس انا كنت منتظر البطوله ديت بقالي فتره عشان تاهلني ندخل الرانك. مصر تحتل الصداره في تنظيم البطولات الدوليه وفي منافسات وبطولات الكاراتيه الافريقيه والدوليه، حيث تولي الدوله اهتماما كبيرا بالمنافسات الرياضيه التي يحقق أبناؤها ميداليات في مختلف أنحاء العالم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. نهاية أخبار الرياضة، وعودة لسحر وإيمان إليكما.